بروتوكولات حج هذا العام وضعت ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين. البداية مع وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في تنظيم هذا الحج، حيث وضعت تسلسلاً لتفويج الحجاج وتنقلهم بين المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم، حيث تم توزيع الحافلات وفق الإجراءات الصحية والاحترازية، إذ تقل كل حافلة 20 حاجاً بالإضافة إلى مرشد وقائد وسائق للحافلة، وتم وضع رقم مقعد مخصص لكل حاج في كل حافلة، كما حرص المنظمون بالتأكيد على أن يكون هناك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر. طواف القدوم، هناك يتم تفويج الحجاج على مرحلتين عن طريق خدمة النقل الترددي من مراكز ونقاط التجمع التي تم وضعها وتحديد أماكنها من قبل، منها إلى الحرم المكي. وفق الخطة سيتم تفويج 6000 حاج كل 3 ساعات. تبدأ المرحلة الأولى يوم 7 من ذي الحجة عند الساعة 6 صباحا، وتستمر إلى 8 من ذي الحجة عند الساعة 9 صباحا. بعد الانتهاء من طواف القدوم يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام، وتنطلق الحافلات بهم إلى مواقف ساحة جسر التمرات في مشعر منى حيث مقر سكن الحجاج، وينقلون إلى منى بنظام الرحلات الترددية. هناك ما لا يقل عن 200 حافلة تنقل الحجاج، وهي تنقل 2000 حاج بالمتوسط لكل 3 ساعات. حج مبرور وسعي مشكور لضيوف الرحمن. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.